حسرة على من ارتبطوا بالإنترنت وارتبطوا بالفيسبوك وارتبطوا بالتويتر ولم يرتبطوا بمحمد. يا حسرة على من يعيش على ظهر الأرض ارتبطوا بالوزارات ولم يرتبطوا بخير البريات. يا حسرة على من يعيش على ظهر الأرض ارتبطوا بأحزاب ولم يرتبطوا بأحب الأحباب. يا حسرة على من يعيش على ظهر الأرض ارتبطوا بنظري وفكر الخساس ولم يرتبطوا بفكري ونظري سيد الناس. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يا حسرة على من آثروا الشهوات. يا حسرة على من تخبطوا في الجهالات. يا حسرة على من ضيعوا الفرص الثمينات. تهب النسمات فلا يحسونها وتنزل الرحمات فلا ينالونها وتحصل النظرات فلا تصيبهم لإعراضهم عن ربهم لإكبابهم على شهواتهم لرضاهم بالدنايا لعدم إصغاء سبع قلوبهم لكلام الحق الذي أرسل به حبيبه فبرز في الصحابة وبرز في الآل الأطهار وبرز في حملة السر المصون في الظهور وبالبطون هنا وهناك بالله يذكرون وعلى الله يدلون وإلى الله يوصلون فهم الضنائن الكبرى بين العباد. ويل لمن فضل عليهم حقيرا عند الله. ويل لمن قدم عليهم من لم ينظر إلا إليه ولم يقبل عليه. اللهم ارزقنا موالاتهم فيك ومحبتهم من أجلك حتى تحشرنا يوم القيامة في زمرتهم.